من بعد صدور هاد سميتو المقايسه لدابا راه الناس باقا بيني وبين كلها غير كتسائل. والمشكل العظم عندنا حنا مثلا بحال في المحطه عندنا هنايا عندي تقريبا 70% ديال الزملاء كلهم هما اصحاب المحط سيارات الاجره. هاد الناس هادو بهاد الزيادات هادو هادشي كيفاش غادي يتصرفوا؟ كيفاش غادي يبقى بنادم خدام؟ الله اعلم. يعني الناس بيني وبينك مغلوبون على امرهم، مغلوبين على امرهم، وبالزمن يجي يدير، ولكن هادشي راه كيخوف. الاقبال اخويا راه الامور باقا هي عادي لحد الان. ميمكنش لنا مثلا ميمكنش لنا دابا نقولوا شي حاجه، يعني خص دوز هذا الاسبوع ودوز الاسبوعين هذا، وديك الساعه غادي نشوفوا الفرق كيفاش داير. اما الامور باقا هي اليوم لحد الان. احنا كسائقين سيره الاجره الاستغلال اكثر للبنزين، فهو عندنا شي ضرر كثير بزاف. داكشي علاش جو بونس داكشي اللي تيديروا بالنسبه لي سي لوجيك. علاش؟ لان لو بري ديال لو بري دي زيدرو كاربي بصفه عامه طلع، دونك من غير المعقول ان يبقى ديما لو بري هو هذاك فيكس. سيرتو بالنسبه لي ان المستهلك ماشي كاين جهات اللي تستهلك بزاف اللي هي ماشي في حاجه للمساعده، ماشي في حاجه باش يدار بغيت يقول لا كومبونساسيون في الغازول. ماشي ضروري، هما المستهلكين الكبار اللي هي دي سوسيتي دو ترونسبور، اللي هي دي سوسيتي دو بي تي بي، اللي هي دي سوسيتي كيتيوز هاد المسائل، هما اللي ماشي في حاجه في هاد، هما اللي تيستهلكوا زياده. في البدايه اولا ما تتبررش اولا تتبقى العموله زايده في الدول الاخرى، ولكن حنا ماشي بحالهم. ثانيا خص الانسان اعاده النظر في الاجور، باسكو الاجور حنا تقريبا هذه شحال من عام ما تزادتنا حتى شي فرانك، بحيث حنا سنادو اكثر من الدول الناميه والدول اللي معنيه بالامر.